ابتكر مطعم بريك اوفن في الفلبين فكرة انشاء صناعة علبة للبيتزا مصنوعة يدويا وصديقة للبيئة من اوراق الشجر، بهدف دعم عمال النسيج المحليين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة وسط تفشي وباء كورونا. افتتح أصحاب مطعم البيتزا عملهما بهذه الفكرة الصديقة للبيئة والتي أطلقوا عليها اسم تام بيبي، وذلك بعدما نفذت علب البيتزا الكرتونية التي كانوا يقومون بشرائها من مانيلا، وأصبح من الصعب عليهم الوصول إليها بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. ولاقت هذه الفكرة رواجا ونجاحا كبيرا، وأصبحت سببا في جذب المزيد من العملاء.